طيب خليني قبل بس ما اتكلم كابتن محسن صالح اليومين ثلاثة اللي فاتوا دول، ولا قبل ما اتكلم عن الكابتن محسن صالح، خليني اروح لاحد اهم اللاعبين اللي كانوا ماشيين بشكل جيد جدا سواء في النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني الاول. بسم الله ما شاء الله، اول مباراة دولية احرز هدف، ثاني مباراة دولية احرز هدف، ولكن الاصابة لحقت ب حمدي فتحي. حمدي فتحي واحد من افضل اللاعبين ومن افضل الصفقات اللي جابها النادي الاهلي في شهر يناير السابق، وواحد من افضل، هو النادي الاهلي بيجيب الصفقات دي عشان الناس دي تلعب في النادي الاهلي وتروح منتخب مصر بالمناسبه، وتلعب في منتخب مصر وتؤدي وتصل بادائها او تطور من ادائها لشكل اكبر خلال وجودها مع المنتخب الوطني. حمدي فتحي عمل كده، ولكن للاسف الشديد جاته الاصابه. للاسف، لانه حمدي كان من الركائز الاساسيه سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني، ولكن هي الاصابات كده يا جماعه، الاصابات دي قدريه. الاصابه دي قدريه، ممكن وانت نازل من السلم يجي لك شد في الخلفيه او لا قدر الله اي حاجه من الحاجات دي. وبالتالي كلمتين قالهم حمدي فتحي في اعتقد على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، اتكلم فيهم وقال ان هو ان شاء الله هيرجع افضل من الاول، واحنا متاكدين الحقيقه ان حمدي فتحي واحد من اهم وافضل اللاعبين في مصر خلال هذه الفتره، هيرجع افضل من الاول، لان العزيمه والاصرار اللي عنده يخلوه يرجع افضل من الاول ان شاء الله. خلينا نروح نشوف